متن مروحية عسكرية تمركز الوفد الرفيع المستوى بقيادة الجنرال محمد شرف الدين مرقي بغرية تليجي محافظة الجرف الأحمر بولاية وداي. ويضم الوفد أمين الدولة للعدل وحقوق الإنسان سيتاك يومبتنا بيني، وأمين الدولة المكلف بالإدارة الأراضي واللامركزية أحمد عمر أحمد، والمستشار الخاص للرئيس الدولة محمد صالح عبد الجليل، والمسؤول عن البعثات عبد الرحيم أحمد، ومستشار رئيس المجلس الوطني الانتقالي عبد الكريم موسى عبد الكريم، وعدد من الضباط وكبار قادة قوات الدفاع والأمن. وفور وصولهم اجتمع الوفد بالسلطات المحلية والمسؤولين العسكريين لفهم الحقائق على الأرض بشكل أفضل، ووفقا لحاكم جيران محمد توغوشومي والأمين العام لمقاطعة وداي أبكر حسين دقدقي، فقد أدى هذا الصراع المميت حتى الآن إلى مقتل 42 شخصا وإحراق جزء كبير من هذه القرية على يد رجال مسلحين، وتم القبض على 175 شخصا شاركوا بشكل مباشر في مسرح الجريمة. بالنسبة لهم، وسوف نلقي الضوء بصورة أوسع في الوقت المناسب على هذه الأحداث المؤسفة. وبالنسبة لرئيس الوفد، سيتم تسليم جميع المتورطين في عمليات القتل الجماعي هذه إلى العدالة حتى يتم تطبيق القانون. وأمر محمد شرف الدين مرقي بتأمين القرية المذكورة وتقديم المساعدة المناسبة للأشخاص الذين فقدوا كل شيء. وتناوب وزراء الدولة ومستشاري رئيس الدولة على دعم تصريحات وزير الأمن. بعد ذلك توجه الوفد إلى منازل أهالي الضحايا لتقديم تعازيهم نيابة عن رئيس الدولة. وطمأن وزير الأمن محمد شرف الدين مرقي والمستشارو الخاصين لرئيس الدولة الأسر المنكوبة بأن القانون سيطبق ويدعو إلى الاسترضاء، وقد تم رفع الدعاء للمتوفين.